المخميخه وعشقت مخميخ في كل بقعه على السلامه. حلقه جديده من المخميخ. المره هذه مش نعملوا لكم حاجه مزينه برشا، حاجه ما تعودتوش بها في المطبخ التونسي، مش نعملوا لكم فخذ علوش في الطابونه على الفحم، حاجه ممتازه برشا، حاجه بنينه برشا، حاجه كلها مفاجئات، فيها فحات سبيسيال، فيها برشا حاجات اول مره مش تشوفوها مع المخميخ. نحن نحب نقول لكم ديما خليكم برانشي مع المخميخ. ما تنساوش تعملوا لنا ابوني للباج نتاعنا وتتابعونا على الانستغرام والفيسبوك وين ما نحن موجودين. كيما نحبوا نقول لكم راهو في اخر الفيديو عندنا مفاجاه ساره مش نعلنوا عليها. ديما خليكم برانشي مع المخميخ، تابعوا المخميخ، تابعوا وصفات المخميخ. يا مخميخه اول حاجه نبداوها ناخذوا اللحم بتاعنا، نحيو، نحاولوا ديما نحيو الزايد. هذه هي اللحمة بتاعنا، هذا هي الجيجون بتاعنا. توا يجي وقت تشريح ونحاولوا ديما نحلوا ما بين اللحم باش الفاح يدخل. توا ناخذوا الفاحات بتاعنا اللي هي متكونه اساسا من ثوم، فلفل احمر، زعتر، كليل، كركم، فلفل اكحل، زيت زيتونه، وفاحات اخرى خاصه بالمخميخ. تبعونا كما قلنا لكم ديما على المخميخ، تو نكشفوها لكم الفاحات هذيا بشويه بشويه. ناخذوا الفاحات بتاعنا نصبوها على اللحم كما هكا. هذه فحاتنا، نعملوا مساج للحم، حاولوا قدر الامكان اللحم الكل كاي يتغمر بالفحات هذه. عملوا ابوني للشان بتاعنا، جام للباجات بتاعنا، ديما خليوكم برونشي مع المخماخ. ندخلوا الثوم في الحفر اللي حطيناهم، خاطر الثوم يعطي بنه اخرى للحم.
بعد ما ارتاح من الساعتين وشبع بال الراحة نتاعو ناخذ البابي كويسون نتاعنا. هذا هي البابي كويسون، هذا هي الجيبو، باقي الفحات. هذيك اللحمة نتاعنا توا مش نردموها بالجمر والحمار. كيما قلنا لكم هذه نحن استيوس بتاع المخماخ حابين ندللوكم. اما اللي ما عندوش طابونة وتعبى الطابونة ينجم يعمل في الفوق خاطر بالحق بتاعك. تو بعد ما حطينا اللحم بتاعنا في الطابونه كما قلنا لكم حابين نذكركم على اللحم كيما تنجموا تعملوه في الطابونه. اللي ما عندوش طابونه ينجم يعملوا في الفرن، يقعد تقريبا كما قلنا لكم 3 سوايع في الفرن، بين 3 سوايع ل 3 سوايع ونص في درجه حراره 200 ل 250 درجة. توا جاء وقت الرز، نحن مش نعملوا الرز بتاعنا بطريقة سهلة برشا. رز أزعر بالليفيرويسيك، شوفوا معنا طريقة عملين الرز. تقريبا الرز اللي مش نعملوه ستة من الناس، حطوا الزبدة بتاعنا، هذه الزبدة خليها تسيح شوية، الغاز ما يكونش قوي، يكون نار هادية باش ما تتحرقش الزبدة. من باراليل نحطوا معاها شوية زيت زيتونة، بصل وثوم، خلطوهم مع بعضهم. الرز تقريبا 400 غرام ورز مفور، ستة من الناس كما قلنا لكم، والجيبو هذاك فيه 2 كيلو، فطور عائلة. شاركونا في لي كومونتير نتاعكم، حطونا في لي كومونتير شنو ما الحاجات اللي عجبتكم في الوصفة هذه، وزادة اعطيونا مقترحاتكم باش الحاجات اللي تحبوهم نعملوهم لكم ان شاء الله في المخماخ. ما تنساوش تابعونا لاخر الفيديو خاطر كما قلنا لكم عندنا مفاجأة ليكم. حطوا الرز نتاعنا، خليوا الرز يتقلى شوية مع الزبدة، حطوا الفلفل أكحل والكركم والملح، برشا يقولوا علاش انت قليت الرز مع اللفاحات، نقولوا لهم راهو هكاك خير باش الزبدة والزيت يدخلوا مع الرز. توا نزيدوا الماء نتاعنا، كل كاس روز لازم زوز كيسان ماء، نرميو الهيل بتاعنا، كعبات هيل، هذا الهيل بتاعنا، نحطو 10 كعبات هيل،
نغطيه الرز بتاعنا ونخليه تقريبا محكار 4 دراج يطيب في عقله. هذا الرز بتاعنا كما تشوفوا فيه قاعد يشرب في الماء بتاعه تقريبا كل كعبة وحدها. توا مش نعملوا اللي في الويسائي بتاعنا مش نخليه، ناخذوا الزبدة ناخذ اللوز بتاعنا نحطو كاجو بتاعنا تو نحط البندق بتاعنا، البندق فراجيل كما تعرفوا، هذاك علاش خلينا في الاخر. نرجع للروز، تو الروز بتاعنا نخليه فيه شويه ماء ونسكروه، نسكروا عليه باش ترجع عليه سخانته وتقعد الكعبه فريد كل كعبه في الشيره. هذا اللوز نتاعنا والبندق والواحد اكترا والكولور نتاعو ياسر محلاه. تو بعد ما كملنا نحطو الفرويساك نتاعنا في بابيي. الجيجو بتاعنا بعد 3 سوايع توا ما عليكم كان تشوفوه كيفاش باش يطلع وهمش نكتشفوه مع بعضنا. توا بعد ما طابت اللحمه بتاعنا، بعد ما طاب الخف بتاعنا، وبعد ما ركحنا الرز بتاعنا وركحنا كل شيء، توا وقت الذوقان. مش نذوقوا اللحم ونعطيكم راينا، خاطر بالحق ريحته تحكي عليه، فما برشا بنا خارجه، فما ريحه مزيانه. هذايا اللحمه بتاعنا هذه اللحمه، شوفوا اللحم زبدة. هبسة، هذا اللحم بتاعنا كما تشوفوا. بعد
اللي عملناه الكل توا جاء وقت نذوق اللحم اللي طيبناه، اللحم اللي قعد 3 سوايع في الطابونه كيما وريناكم كيفاش يتفوح، وريناكم كيفاش يتعمل الرز البنين هذايا كل كعبه وحدها. توا جاء كيما قلنا لكم وقت الذواقه ووقت المفاجاه اللي من قبيله قلنا لكم عليها. المفاجاه هي انه بعد الجيجو وبعد الجيجو هذايا واللحم هذا اللي تراو فيه لحم هبزه، ياكم يعني تشوفوا في اللحم، اللحم كل حاجة وحدها، ها بالمغرفة يتقص للسكينة لحد شيء. شوفوا اللحم، شوفوا العظم، هذا العظم، هذا العظم، عظم وحده كل حاجة في بلاصتها. اللحم في شيرة والعظم في شيرة، مع المخميخ راكم تبعوها عمركم ما تكونوا خاسرين. هذا العظم، شوفوا اللحم بتاعنا، هذا الرز بتاعنا حاجه من ولا العقل. اللحم حاجه واو. العظم في شيره واللحم في شيره، هذا العظم، هذا الفلفل بتاعنا، ياكلوه اللي يحبوا مع اللحم، تاخذ شويه لحم ناكلو بيدين على خاطر اللحم راهو يتاكل باليدين، معاه شويه رز حاجه من العقل. ما تنساوش انتوما تعملوا ديما ابوني للشير بتاعنا، تتبعونا في اللي في الفيسبوك بتاعنا والانستغرام، وخليكم ديما برانشي مع المخنيق، وان شاء الله المره الجايه نتلاقاو مع العلوش في لمه.